فجرت ميليشيات الحوثي مدرسة 22 مايو الواقعة في منطقة الجاح جنوب الحديدة غربي اليمن بعد أن تسللوا إلى داخلها وقاموا بتفخيخها وتفجيرها. يأتي ذلك مع استمرار الميليشيات باتباع سياسة الأرض المحروقة ردا على هزائمها المتتالية في محافظة الحديدة نتيجة تقدم القوات اليمنية المشتركة بشكل ملحوظ في عدة مناطق من المحافظة بمساندة قوات التحالف العربي.